وننتقل للأسئلة الموجهة لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تجمعها وحدة الموضوع. السؤال الآن الأول موضوعه الاحتقان الاجتماعي داخل قطاع التربية الوطنية. الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاتحاد المغربي للشغل. السيدة المستشارة تفضلي. السيد الرئيس، سيد الوزير، نسألكم عن الإجراءات المتخذة لنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي داخل قطاع التعليم. شكرا السيدة المستشارة. السؤال الآني الثاني موضوعه أسباب ودواعي الإضرابات المتتالية التي يعرفها قطاع التعليم. الكلمة لأحد السادة المستشارين فريق التجمع الوطني الأحرار لتقديم السؤال. تفضل السيد المستشار. شكرا سيد الرئيس. السؤال ديالنا هو الدواعي الحقيقية لهذه الاحتجاجات المتتالية التي يعرفها قطاع التعليم. شكرا. شكرا السيد المستشار. السؤال الآني الثالث موضوعه إضرابات الأساتذة المتعاقدين والمدراء وأثارها على السير العادي للدراسة. الكلمة لأحد السادة المستشارين فريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي لبسط السؤال. تفضلي سيدة المستشارة. شكرا سيد الرئيس. سيدات السادة المستشارين المحترمين، سيد الوزير المحترم، لا أحد يتنكر للمجهود الذي بذلته الحكومة في مجال التربية كما وكيفا لتغطية الخصائص في مجال التربية والتكوين ومواجهة دائرة الاكتظاظ. بالفعل لقد انطلقت هذه العملية بتطبيق مسطرة التعاقد الذي تم تعويضه بنظام خاص سمي بالأنظمة الأساسية للأطر الأكاديمية الجهوية، لكن وبكل أسف أثار الجدل المرتبط والمواكب للحركات الاحتجاجية والمسيرات لما سمي بالأساتذة المتعاقدين الذين يطالبون بإسقاط نظام التعاقد ودمج جميع الأساتذة في الأسلاك للوظيفة العمومية. كما خلف هذا التوتر أثارا جديدا عن الوضعية الإدارية لهذه الأطر التي أثارت أنظمة أساسية خاصة تمت المصادقة عليها للمجالس الإدارية للأكاديمية، مما كشف غموضا كبيرا ولبسا حول الوضعية القانونية لهؤلاء الأطر. سيد الوزير المحترم، نلتمس منكم رفع اللبس في هذا الموضوع حتى لا يبقى في براثين المزايدات السياسية والانتخابوية، ونؤكد بأن هذه الإضرابات والاحتجاجات التي تعطل الدراسة لها أثر سلبية على التلميذ بالمدرسة العمومية ولا سيما بالعالم القروي في ظل هذه الظرفية الاستثنائية لكوفيد 19. لأجل سيد الوزير، نلتمس من سيادتكم نوير الرأي العام الوطني لما تعتزم الحكومة القيام به لضمان السير العادي للدراسة، وحتى لا يكون التلميذ المغربي ضحية لهذا التوتر الاجتماعي. كذلك وهل للحكومة إمكانية تسوية هذا الوضع المتبس؟ شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد المستشارة. السؤال الآن الرابع موضوعه الإضرابات المتتالية التي يعرفها قطاع التعليم. كلمة لأحد السادة المستشارين فريق الاشتراكي لتقديم السؤال. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، السيدة السادة المستشارين، السيد الوزير، عرفت هذه السنة إضرابات متتالية سواء شملت الشغيلة التعليمية كاملة أو فئة التعليمية. ما هي الدواعي وأين وصل الحوار؟ شكرا سيد الوزير. شكرا سيد المستشار. السؤال الآن الموالي موضوعه سبل خفض التوتر الحاصل في قطاع التربية الوطنية. الكلمة لأحد السادة المستشارين فريق العدالة والتنمية لبسط السؤال. الإله تفضل. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدة السادة المستشارين المحترمين. سؤالنا السيد الوزير مبني على الأهمية ديال القطاع ديال التربية والتكوين، الأهمية ديال الأبناء ديالنا اليوم اللي كيدرسوا في المؤسسات التعليمية، الأهمية ديال الرجال ونساء التعليم اللي في الظروف الراهنة في هذه السنة لاحظنا واحد مجموعة ديال الإضرابات، مجموعة ديال الاحتجاجات، مجموعة ديال النزول الى الشارع، واكيد ان هذا الشيء هذا ممكن اننا كلنا نتغلبوا عليه، ممكن اننا كلنا نتعاملوا معه، لان هذا الشيء هذا لا يفيد لا البلاد ولا الوطن ولا منظومه التربيه والتكوين. ولذلك نحن اليوم نطرح هذا السؤال السيد الوزير لكي نرى معكم كيف يمكن الخروج من هذه الوضعيه، ولذلك هذه فرصه لكي نستمع لكم السيد الوزير ونطرح الاشكالات المرتبطه بهذا الموضوع. شكرا. شكرا سيد المستشار. السؤال الموالي موضوعه الاساتذه المتعاقدين. كلمه لاحد السادة المستشارين فريق الاصاله المعاصره لطرح السؤال. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير المحترم، في نفس الاطار نسالكم عن الاجراءات التدابير التي ستتخذونها قصد الاجابه لمطالب الأساتذة المتعاقدين من أجل إيجاد حلول
واضحة ومتوافق عليها للحد من الوقف هذا المسلسل ديال الاحتجاجات التي تضر بالمؤسسات التعليمية وتضر كذلك بأبنائنا المتمطرسين. شكرا. شكرا سيد المستشار. السؤال الموالي موضوعه الإضرابات المتتالية لأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. الكلمة لأحد المستشارين فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، أما آن الأوان لإيقاف نزيف هذه الإضرابات الذي ينخر جسم التعليم والمجتمع بصفة عامة. شكرا السيد المستشار. آخر سؤال في هذا الموضوع هذا فريق الحركي وموضوعه ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. تفضل سيد المستشار. السيد الوزير، إخواني المستشارين، أخواتي المستشارات، نسألكم السيد الوزير حول مستجدات ملف الأساتذة أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. شكرا السيد المستشار. كلمة لكم السيد الوزير التربية الوطنية للإجابة على الأسئلة الثمانية والمتعلقة بطبيعة الحال بملف المتعاقدين والإضرابات التي يعرفها قطاع التعليم في حدود 24 دقيقة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، أشكركم على العناية التي تولونها لقطاع التربية والتكوين من خلال استدامة حضور قضاياه داخل هذه المؤسسة الموقرة، وأود أن أثمن طرحكم لهذه الأسئلة، وذلك لأن مواضعها تمس مجالا محوريا وحيويا هو مجال الموارد البشرية التي يتوقف عليها حاضر ومستقبل المنظومة التربوية ببلادنا، مؤكدا لكم استعدادنا الدائم داخل الوزارة من أجل التجاوب مع كافة القضايا التي تثيرنها والتي تجسد الانشغالات الحقيقية لمختلف مكونات المجتمع وخاصة لقطاعاته الاجتماعية والاقتصادية التي تمثلونها. السيدات والسادة المستشارون المحترمون، إذا جاز لي أن أصنف المواضيع والقضايا الواردة في الأسئلة التي تفضلتم بطرحها، فيمكن لي أن أصنفها إلى محورين أساسيين. الأول يهم ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، والثاني يهم الحوار الاجتماعي ومطالب بعض الفئات داخل القطاع. لا أخفي عليكم أنه كلما أثير ملف الأساتذة أطر الأكاديميات إلا ووجدت نفسي كل مرة مضطرا لأوضح مسألة أساسية لا يمكن لي السكوت عنها، وأعني بها مسألة التسمية أو التسميات التي صارت تتناسل وتتكاثر. فأحيانا يوصف أصحاب هذا الملف بالمتعاقدين، وأحيانا أخرى بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وهو أمر مؤسف للغاية، ويعكس إما عدم الاطلاع الكافي على طبيعة هذا الملف والمسارات التي قطعها منذ أن برز على الساحة التعليمية سنة 2016، أو من أجل إثارة وتغليط الرأي العام الوطني. وإني أؤكد لكم مرة أخرى أنه ليس لدينا داخل المنظومة التربوية ما تتم تسميته بالمتعاقدين، فهذه التسمية التي استعملت في مرحلة انتقالية سابقة لم يعد لها وجود على الإطلاق. سيدات والسادة، لقد قدمت خلال جلسة الأسبوع الماضي بمجلس النواب ما يكفي من المعطيات الدقيقة بخصوص هذا الملف، وأوضحت بالدليل والبرهان أن الأمر يتعلق بتوظيف جهوي وليس بعقد
محدد المدة يرسخ الهشاشة وعدم الاستقرار كما يدعي البعض، كما أن التوظيف الجهوي الذي أقدمت عليه الحكومة سعيا منها للحد من الخصاص المهول من الأساتذة الذي عرفته المنظومة التربوية قبل 2016 مكن من توظيف أكثر من 100,000 أستاذ في ظرف 5 سنوات، وهو ما يعادل ما تم توظيفه خلال 20 سنة الماضية، وهذا إنجاز كبير لهذه الحكومة لم يسبق تحقيقه في تاريخ المنظومة. وقد سبق لي أن أكدت أن هذا النمط من التوظيف ليس وليد اليوم، بل نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999، وتضمنته الرؤية الاستراتيجية سنة 2015. وقد كانت لهذا النمط من التوظيف آثار إيجابية كثيرة، حيث مكن من ضمان الحق في التمدرس لمئات آلاف الأطفال خاصة في العالم القروي، وأسهم في تجويد المنظومة من خلال التقليص بشكل كبير من الاقتصاد والأقسام المشتركة في الفصول الدراسية، وهو الأمر الذي كنتم تطالبون به أنتم عبر أسئلتكم الشفهية والكتابية. وإني أجدد التأكيد مرة أخرى على أن النظام الأساسي الحالي الذي يحتوي على 113 مادة والذي أسقط التعاقد بصفة نهائية في مارس 2019 مكن من إدماج هذه الأساتذة في وضعية نظامية تراعي المماثلة والمطابقة مع الأساتذة الآخرين، ويخول لهم نفس الضمانات والامتيازات من ترقية وولوج إلى مناصب المسؤولية ومشاركة في المباريات. كما أجدد القول أن الإقبال الكبير والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات ثانويا يؤكد بما لا يترك مجال للشك أن هذا التوظيف لن يفرض على أي أحد، حيث يتقدم المترشحون لسياسته بكل طوعية بكل إرادة بكل شغف وبكل مثابرة لسياسة هذه المباريات من أجل نجاح فيها. ويمكن لي أن أخبركم من هذا المنبر أن عملية ترسيم أطر أكاديميات هي جارية اليوم على قدم وساق، وهو ما سيتيح للأطر المرسمة إمكانية ترشح لسياسة مباريات داخل القطاع والتباري خلال كل استحقاقات التربوية الإدارية القادمة. كما نأمل أن يتقلد هؤلاء الأطر في السنوات المقبلة القليلة مختلف مناصب المسؤولية داخل المنظومة، من مدراء مؤسسات، من مفتشين، من رؤساء مصالح، من رؤساء أقسام، ومن مديرين إقليميين. سيد الرئيس المحترم، سيدات والسادة المستشارون المحترمون، اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأوجه كلمة مباشرة إلى الأساتذة أطر الأكاديميات، كلمة نابعة من رؤية المسؤول الحريص على ضمان حق في التمدرس، وصادرة كذلك من قلب الأستاذ والمربي. أقول لكم من هذا المنبر أن جميع حقوقكم مضمونة بعد التخلي بصفة نهائية عن التعاقد ودمجكم في وضعية نظامية. أقول لكم وأؤكد لكم أن حقوقكم مضمونة، لأن هذا النظام الأساسي يمنحكم الحفز طوال الحياة المهنية، كما يوفر لكم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي والمساواة في جميع الاستحقاقات المهنية. هذا النظام الأساسي قابل للمزيد من التعديلات التي من شأنها الارتقاء بوضعتكم الإدارية والمادية
وتجويد مساركم المهني عبر الحوار البناء، عبر الحوار المثمر، أن هذا الحوار يقتضي الالتزام بثقافة المسؤولية وفي طليعتها احترام والحفاظ على الزمن المدرسي وتأمين الواجب المهني وعدم تعريض الحق الدستوري للتلاميذ في التعليم للضياع. سيد الرئيس المحترم، سيدات والسادة المستشارون المحترمون، إذا كان المحور الأول من أسئلتكم والخاص بالأساتذة الأطر الأكاديميات يتماشى مع طبيعة وتركيبة مجلسكم الموقر ومع الأدوار المنوطة به، خاصة ما يهم تعزيز وتوطين البعد الجهوي، فإن المحور الثاني من أسئلتكم هو الآخر يتقاطع مع اهتمامات جزء من مكونات هذا المجلس الموقر الذي يحضر في تركيبته الفاعلون الجماعيون الذين نعتبرهم في الوزارة شركاء لنا، وخاصة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وفي هذا الإطار وبفضل إرادة هذه الوزارة وشركائها استطعنا أن نعالج ملفات مطلبية ظلت مجمدة منذ سنوات، وبادرنا لحل العديد منها انطلاقا من الفصل الأول من سنة 2018، حيث تمكنا من وضع تصور لحل حالات 12 ملف المتفق بشأنها مع شركائنا، كما أعلن عن ذلك بلاغ 25 فبراير 2019. فبخصوص الفئة الأولى من الملفات والمتضمنة لسبعة ملفات فقد تمت تسويتها، ويتعلق الأمر بالملف الأول وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقاعد قبل فاتح يناير 2006 وأحيلوا على التقاعد برسم سنوات 2007 إلى غاية 2011. الملف الثاني ترقية الحاصلين على دبلومات جامعية من دول أجنبية اجتازوا بنجاح المباريات المهنية برسمي سنة 2014-2015 لولوج إطار أستاذ تعليم ثانوي تأهيلي. الملف الثالث ترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة بعد النجاح في المباريات المهنية برسم سنوات 14-15. الملف الرابع وضعية الأطر المرتبة في السلم السعود، وقد شملت هذه العملية 4342 موظف وموظف. الملف الخامس وضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و8 ومرتبون في السلم 10، وقد شملت هذه العملية 25263 موظف وموظف. الملف السادس الشروع في تسوية وضعية موظف الوزارة حامل شهادة دكتوراه، وقد عملت الوزارة السنة الفارطة على تنظيم مباريات توظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، خصص لها 50 منصبا على أن يتم تنظيم مباراة أخرى برسم هذه السنة، وخصص لها 200 منصب، ونأمل الحفاظ على الرفع من هذه الوتيرة سنويا، علما بأنه يتم سنويا ترخيص للمعنيين بالأمر من أجل اجتياز المباريات المنظمة على صعيد باقي القطاعات للاستفادة من ولوج أسلاك تتماشى مع وضعيتهم الجديدة. كما أن الوزارة أحالت ملف الموظفين المنتسبين لقطاع التربية الوطنية والحاصلين على شهادة الدكتورة على لجنة النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين من أجل إحداث إطار أستاذ باحث بمشروع النظام الأساسي الجديد المذكور للتولي مهام التنسيق والبحث التربوي. الملف السابع إصدار سنة 2018 للمرسومين المحدثين لإطار متصرف تربوي، وذلك من منطلق إيماننا بأن هذا الإطار هو الكفيل بتعزيز أدوار القيادة التربوية بمؤسساتنا التعليمية والارتقاء بها. أما بخصوص الفئة الثانية فتضم ملفان
هما في المحطات الأخيرة للتسوية، ويتعلق الأمر بملف أطر الإدارة التربوية وملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي. فعلى مستوى ملف أطر الإدارة التربوية، والذي سبق لي أن أعطيت وعدا بتسويته، فقد أعدت الوزارة مشروعي مرسومين يتعلقان بإعادة النظر في سلك تكوين أطر الإدارة التربوية، وتمت إحالتهما على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح إدارة، وتوصلت الوزارة بجواب يتضمن بعض الملاحظات والتي تمت دراستها، وتم الاتفاق على التسوية النهائية لهذا الملف. أما على مستوى ملف أطر التخطيط والتوجيه، فقد عملت الوزارة على إعداد مشروع مرسومين، ويتم التنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى من أجل المصادقة النهائية عليهما، وهو الملف الذي حققت أيضا فيه الوزارة تقدما كبيرا، والذي بات هو الآخر يتيح لمتخرجيه الترتيب في السلم 11 بدل السلم 10 الذي كان معمولا به بالسابق. أما فيما يخص ملفات الفئة الثالثة، ويتعلق الأمر بالترقية بالشهادات والأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي والمساعدين الإداريين والتقنيين، فهي توجد في طور الدراسة، حيث تقدمت الوزارة بمقترحات تهدف إلى تجويد العرض الذي سبق لها تقديمه وأخذها بعين الاعتبار من طرف القطاعات الحكومية المعنية. هذا ويظل هناك ملف ذو طبيعة خاصة، وأعني به ملف النظام الأساسي الخاص بموظف قطاع التربية الوطنية، الذي قطعنا مع شركائنا الاجتماعيين أصواتا مهمة في أفق إقراره، وذلك من أجل تمكين موظف القطاع من نظام أساسي جديد يستجيب للتحولات التي شهدتها مهن التربية والتكوين، ويحد من الفئوية المستشرية في المنظومة. سيد الرئيس المحترم، سيدات والسادة المستشارون المحترمون، سنواصل جهودنا من أجل الارتقاء بالحوار الاجتماعي القطاعي متى توفرت الشروط الملائمة لذلك، وأحسن دليل هو اللقاءات البناءة التي تمت يوم أمس استجابة لطلب بعض النقابات التعليمية، والتي تم خلالها الاتفاق على عقد اجتماع آخر ابتداء من يوم الاثنين المقبل للشروع في تدارس مقترحات بخصوص تسوية الملفات المطروحة على طاولة الحوار. ونؤكد مرة أخرى على الاستعداد التام للوزارة للعمل المشترك والحوار المثمر مع النقابات الجادة، والتي تسعى بالأساس إلى بناء الحلول الكفيلة بالارتقاء بوضعية جميع العاملين بالقطاع، وكذا ضمان حق التلاميذ في التمدرس. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتوجه بعبارة التنويه والإشادة بالمجهودات الاستثنائية التي بذلها ولا زالت يبذلها جميع الأطر التربوية وجميع الأطر الإدارية بدون استثناء، من أجل ضمان الحق في التمدرس لبناتنا وأبنائنا، خاصة في هذه الظرفية العصيبة التي نعيشها، وكذا من أجل الارتقاء بمنظومتنا من خلال الانخراط في جميع مشاريع تنزيل مقتضيات قانون إطار 51/17. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا السيد الوزير.